انا كنغني وانا هزه الشكاره ديال المدرسه والحفاظه ديالي، كنت كنخلي الدروس ديالي وكنغني. ما جلست شي نهار وانا من لاج ديال 10 سنين 11 عام 12 عام انا كندندن كنغني. الا مشيت نجيب غير الصخره للوالده ديالي خصني نغني، غاديه كنغني وجايه كنغني. فجات واحد الوقت اللي كانوا شي ناس عندنا معروضين عند انا، حيت انا كبرت عند اختي في كازا، كانوا شي ناس في صحابتها كانوا اللي في الجوق ديال الدار البيضاء واللي في هذا كيجيو عندها للدار وانا كندندن. واحد النهار ويقول ليها واحد الفنان قال ليها اختك صوتها زوين، قالت لي راه ديما هكا الصباح تغني العشية تغني. جات ظروف عائلية اللي دفعتني خرجت نغني، لان كتجي شي ظروف اللي قوى من الانسان انه يقاومها، عائلة ومسؤولية ديال بزاف ديال الناس في الدار. خرجت نغني وانا عندي 18 عام، واستقبلوني موسيقيين في واحد المستوى، منهم الحاج يونس، منهم السهلي، منهم بزاف ديال الفنانة اللي دابا تبارك الله عليهم. غنيت معاهم وفرحوا بيا كبنت عندها 18 عام غتبدا معانا في هذا. بدات مسيرتي مع الحاج يونس ومع لطيفة الجوهري الله يرحمها ومع فنانة اللي من تونس واللي من مصر واللي من، وأول ما غنيت لنعيمة سميح. بقيت المسيرة ديالي ما بين نعيمة سميح، أم كلثوم، وردة، المغربي اللي كنغني المغربي القديم ديال إبراهيم العالمي، ديال إسماعيل أحمد. لقيت واحد الوقت لقيت راسي مشيت مع نعيمة سميح وأم كلثوم. بقيت هاد السنين كاملة كنغني وكنسافر ما بين، أنا مقيمة في الخارج ما بين بلجيكا والمغرب، فكنلقى راحتي في الغناء في المغرب بزاف أكثر ما كندير سهرات في بلجيكا في فرنسا